كلكم. طيب مين مش سامعني؟ اوكي اسمي محمد ابو موسى. اقدم اكثر من هيك؟ هيك منيح ما ارجع ولا سنتي. طيب بدي اوقف هون يا جماعه 10 دقائق وانا مزهقكم هون بالنقطه هاي. اسمي محمد ابو موسى، انا مهندس كمبيوتر خريج جامعه علوم التكنولوجيا ومؤسس موقع قيروان. طول عمري وانا بحاول افكر كيف ممكن اعمل الاشياء اللي بيعملوها غيري بسرعه اكبر منهم. يعني من اول يوم بحياتي وانا بنبش كيف بدي اخلص اشيائي واهدافي بسرعه اكبر من غيري. فقلت لتحقيق هالهدف لازم ادور على العناصر الاساسيه اللي بتحقق لي اياه. فطلعوا ثلاث شغلات، الاولى المهارات اللازمه لتحقيق هالهدف، الثانيه المعرفه، والثالثه انه اعرف الناس اللي بيساعدوني لتحقيق هالهدف. فوانا بالمدرسه عملت فرضيه وسميتها فرضيه شفت. فرضيه شفت بتحكي انه انا بقدر اعمل الهدف تبعي بسرعه اكبر من غيري. كيف؟ انه بجيب هدف بحطه لحالي وبقول خليني احققه لحديت 50% عن طريق المهارات الاساسيه، المعرفه والناس. بعدين ببلش بهدف ثاني برضه بحققه لحديت 50% طريق المعرفه، المهارات والناس. وبهيك بكون عملت هدفين شغالين 50% 50% بوقت بيكون يلزم غيري ليحقق هدف واحد كامل. وعشان اثبت لكم هالنظريه راح استعمل الدرس الاول اللي علمونا اياه في الهندسه، الاقترانات. فبليز كلياتكم طلعوا ورقه وقلم وبلشوا ارسموا لانه الدرس راح يبلش، راح تزهقوا. راح اعلمكم السين والصاد. راح نرسم على المحور السيني الزمن تي لطلاب الهندسه، وعلى المحور الصادي المراحل، مش عارف شو هي اسمها بالانجليزي لانه ما اخذناها. طول ما انا كنت في المدرسه وانا طالب عادي النورمال سلاكر، الزلمه اللي مش فارقه معاه، بفل وبروح بعملش واجب ابصر شو بتعرفوه. اوكي لحديت ما وصلت الصف الثامن. في الصف الثامن دخلت مدرسه بعد الظهر اسمها المركز الريادي للطلبه المتفوقين، وهي عباره عن مدرسه احنا بنداوم فيها بعد الظهر تابعه لوزاره التربيه والتعليم، نتعلم فيها فيزياء كيمياء رياضيات وكل المواد الممله الثانيه اللي بتعرفوها. اوكي ما كنت مهتم كثير في المواضيع هاي، واكبر دليل معدلي في الجامعه 68.2. اوكي في هاي المرحله في الصف الثامن شاركت في برنامج تطوعي اسمه برنامج جلوب. هو برنامج بيئي، سمعتوا كثير عن البيئه، فاليوم راح احكي لكم في برنامج جلوب شو كنا نعمل. كنا نطلع كل يوم سبت على منطقه علعال، نروح نعمل تجارب على المي وعلى التربه وعلى الغطاء النباتي، وفي نهايه النهار نرجع المختبر في المدرسه نعمل تحليل ونسجل نتائج ونبعثهم على الانترنت على اساس العلماء في كل العالم يتفرجوا على هالنتائج ويعملوا دراسات بيئيه. فوانا في الصف الثامن بعد سنه من الشغل في برنامج جلوب تم اختياري كممثل للاردن في مؤتمر اقليمي في بيروت، وعملت برزنتيشن قدام ثلاث وزراء باللغه الانجليزيه، اللغه اللي ما كنت اعرف احكيها في هذاك الوقت. فبلشت افكر شو هي الشغلات اللي انا قاعد بكتسبها من هالبروجرام، شو اللي قاعد بستفيده من برنامج بيئه وانا طالب في الصف الثامن. فكانت الشغلانه الاولانيه المهارات العلميه وكيف اخذ العينات وكيف التعامل معها، اثنين المعرفه العلميه كيف اسجل القراءات وكيف اتعامل معها، وثلاث الناس الاصدقاء اللي انا بعدني اليوم حديت اليوم بعرفهم وموجودين معنا، اللي صار منهم مهندس، اللي صار منهم طبيب، اللي ناضل في حياته لحديت هسه عم بيكمل جامعه، اللي بيشتغل في السوق وغيره وغيره. فعشان هيك انا بعتبر مرحله جلوب في حياتي مرحله نجاح، فبنرسمها على شكل بيك. في سن ال 17 يعني وانا في التوجيهي، المرحله اللي كلياتنا بكون خاف عقلنا منها، بين الفصلين وانا عم بستنى النتائج وصلني تلفون من جمعيه في عمان اسمها جمعيه اصدقاء البيئه. حكوا لي اخترناك عشان تمثل الاردن في مؤتمر تابع للامم المتحده وانت راح تكون اصغر مشارك. وزي ما حكيت لكم ايه الصبح رحت على كينيا وتعرفت على شيء اسمه الام دي جيز. نفس الشعور، ثلاث ايام فاتح ثمي مش عارف عن شو عم بيحكوا، ورجعت على عمان شو اللي عم بصير. فهذا برضه كان نجاح لإلي. في هذيك المرحله تعلمت برضه ثلاث شغلات اساسيه اللي هي مهارات التعامل مع العالم،
التفكير العلمي والناقد وكيف أكون موضوعي في توصيل فكرتي. ثلاث علاقات في جمعيات ومؤسسات في العالم وفي عمان. بعد هيك بفترة عملت برنامج برضو لتابع لبرنامج جلوب اللي هو البرنامج البيئي. في هذيك الفترة كانت الأردن عندنا بتعاني من مشكلة في الإنترنت. إحنا كنا بناخذ القراءات نشبك على الإنترنت، كانت سرعة الخط على الديلاب في هذاك الزمن بحدود 56 كيلوبتس، يعني كنا إذا بدنا نرسل أربع صفحات نقعد نهار ونص. وكانت هاي المشكلة إحنا بنعاني منها في الأردن وكل الدول اللي زينا including السعودية، مصر، جنوب أفريقيا، آسيا الشرقية، أوروبا الشرقية وغيرها. فأنا عملت برنامج بتنزله عندك على الكمبيوتر وبتعبي فيه البيانات تبعتك، وبالنهاية بيطلع معك ملف واحد تبعثه على الإنترنت والعلماء بيقدروا يستفيدوا منه، وأخذنا عليها شهادة شكر كبلد وكهنة. وهي الصورة عندكم. فهي كانت نجاح لحد 19. بعدين دخلت الجامعة. الجامعة حجمة. أول سنتين كنت الشخص الباسف، الشخص اللي دائما بدوروا عليه بس على كشوفات الأسامي. وينه؟ مش موجود. وينه؟ مش موجود. شباب خبروه في امتحان سكن بعد بكرة. ظليتني على هالحال لمدة سنتين. سنتين وأنا لا حضور ولا غياب ولا دراسة ولا إشي. شو اللي كنت أعمله؟ كنت برا الجامعة عم بتعلم مهارات معرفة وعم بربط مع ناس في مجال البرمجة، مع إنه أنا تخصصي هندسة كمبيوتر ومفروض هاي الشغلات أعملها جوا الجامعة. أوكي؟ لحديت سنة ثانية. في سنة ثانية أسست شركة أنا ومجموعة أصحاب، سمينا هالشركة جينيسيس. الهدف من هالشركة إنه إحنا نعمل سوفتوير للناس، يعني أنت بتيجي بتقول أنا بدي ويب سايت 1 2 3، إحنا بنعمل لك إياه. بس هاي الشركة فشلت، وفشلت بشكل عميق. ليش؟ لثلاث أسباب أساسية. ما عندنا المهارات ولا عندنا المعرفة وما بنعرف الناس. أوكي؟ عشان تصير الأمور أسوأ، في هذاك الفصل بصبت بثلاث مواد. أوكي؟ واحدة من المواد اللي رسبت فيها جيت متأخر، دخلت على الصف زي هيك، فقال لي لف وارجع. فرجعت. شو عليك؟ لما رجعت لقيت بوستر بوجهي وأنا بستنى الشباب يشرفونا من داخل المحاضرة. لقيت بوستر بقول انترنشيب تدريب في شركة دايملر. فأنا قلت شو هاي شركة دايملر؟ في ألمانيا. قلت في ألمانيا إن شاء الله بيبيعوا بطاطا، بدي أطلع. فكانت الشروط، أول شرط يكون معدلك 3.5 من 4، أنا كان معدلي 2 إلا. ثاني شرط يكون عندك خبرة عملية وطالب مجتهد وأبصر شو يعني من الحكيات. فأنا قلت شو عليك يا ولد، ابعت. بعتها الإيميل. بعد فترة بيحكوا معي بيقولوا لي بدنا نعمل معك انترفيو. عملوا معي انترفيو، خلصنا الانترفيو، حكوا معي بعد فترة بيقولوا لي انت ما انقبلت. ليش؟ بيقولوا لي انت مقدم على موقع مبرمج، انت ما بتنفع مبرمج. بقول لهم كيف ما بنفع مبرمج؟ صار لي 6 سنين ببرمج. بيقولوا لي احنا بدنا نحطك في إدارة المشاريع، بدنا نعطيك موقع تدريبي كمساعد مدير مشاريع. فقلت يلا خلينا نعمل هالحركة هاي. وبعثت اوراقي وبلشت اعمل شغلي لحديت ما اجى دور الفيزا. هسه ما بقدر اعمل فيزا بدون ما اخبر اهلي. قضيت طول الفترة هاي بدون ما احكي لهم يا جماعة انه انا مروح، انه انا مسافر اعمل تدريب خارج البلد. فقلت لهم بدي افيز وهيك. فكان اول رياكشن من امي كالتالي، شلحت الساعة زي هيك، خليني اعطيكم الاكسبريشن الصحيح، حطت ايدها زي هيك، وكرايتك يمه. فاقنعتهم بعد جهد جهيد انه انا لازم اطلع وهي فرصه ما بتتعوض. كنا 24 من الوطن العربي. في المانيا دخلت وتعلمت 3 شغلات اساسيه: معرفة العلمية في اداره المشاريع، المهارات في التعامل مع الناس واداره المشاريع، والكونكشنز اللي انا بعدني بفتخر بوجودهم لحد اليوم. اوكي؟ فكان في عندنا نجاح كبير، وبعديها خلصت جامعتي وبدون مشاكل والحمد لله رب العالمين. الحلو في الموضوع هذا يا جماعه والمسج اللي بحاول اوصله للجميع، انه اللي قاعد بحدك او اللي قاعد بحدك هو الشخص اللي انت لازم تعرفه، هو لازم تتعلم منه المعرفه، هو الشخص اللي بيعطيك المهارات. لانه احنا بالنهايه بشر،
فالايديز اللي بيناتنا هي اللي بتعملنا. بعد ما خلصت هالموضوع اسست شركه بعد ما تخرجت من الجامعه اسمها شركه قيروان. الهدف الاساسي منها والنهائي انه اسكت اخواني، لانه انا اخواني رقمهم هم 12 وانا 13، فوكرايتك يما اضربوها ب 13. اوكي، سته من هذول اللي بحكي لكم عنهم اخواني معلمين في المدرسه، فقلت لهم انا بدي اسكتكم كل ليله خميس بتيجوا عندنا على البيت، ما فيش دخل، ما فيش شغل، ما فيش شغل الى اخره. فعملنا لهم موقع اسمه موقع قيروان.com اللي بيساعدهم انهم يعطوا دروس على الانترنت للمؤسسات التعليميه وشركات التدريب، وكان هذا نجاح. هسه بدي احكي لكم قصه قيروان نفسها. بعد ما تخرجت من الجامعه بمعدل مدهش 62.2، قعدت في البيت علما بانه اجاني عروض شغل، واقنعت اهلي انه انا ما بدي اشتغل، انا بدي اسس شركه. بلشت اعمل خطه عمل لهالمشروع، لحديت ما في شهر 11/2010 جبت المركز الاول على الوطن العربي في مسابقه تطوير اعمال وربحت 25,000 دولار. طبعا هذا الحكي ما بصير غير لانه كان عندي المهارات، معرفه بالاشخاص. رح ضلني اعيد لكم اياها لحديت ما تزهقوها، لانه هذا ماث لسن. اوكي، بعديها بفتره قابلنا جلاله الملك وعرضنا قدامه المشروع. في نهايه حكي بتمنى انه كلياتكم تطلعوا اليوم بس تروحوا ورقه وقلم وترسم اللي عم بيطلع وعم بينزل في حياتك، وتقول شو المهارات. ما في حدا دائما نازل وما في حدا دائما طالع. تعرفوا شو المهارات، المعرفة والأشخاص، وتكون حياتكم مليانة بالطلوع والنزول وما تكون خط مستقيم. يعطيكم العافية.